حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. بلغت ديون العراق من الصين أكثر من 600 مليون دولار وفقا لتقرير الديون الدولية الصادر عن البنك الدولي لشهر نيسان. وجاء في تقرير البنك أن إجمالي الدين الخارجي العراقي من الصين بلغ 646 مليون دولار فيما جاءت إيران وألبانيا والدومينيكان في المراتب الأخيرة. العراق احتل المرتبة الثانية عربيا بعد مصر، بينما احتلت سوريا المرتبة الثالثة ب 74 مليون دولار، تلتها الجزائر والأردن وتونس ولبنان. أكد خبراء اقتصاديون أنه على البنك المركزي العراقي أن يرفع سعر الفائدة للتقليل من أسعار العقارات ومنع صعودها. وأوضح الخبراء أن الارتفاع في أسعار المنازل داخل العراق قد يستمر بالنمو المضطرب لمدة لا تقل عن 3 سنوات نتيجة توظيف أصحاب رؤوس الأموال أموالهم في هذا القطاع بعد أن عاجزوا عن تصديرها إلى خارج العراق. بلغ حجم الدخل السياحي في الأردن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ملياراً و700 مليون دولار أمريكي، انخفاض قدره 5% عن العام الماضي بحسب المدير العام لهيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات. وأضاف الوزير الأردني أن القطاع السياحي تأثر نتيجة العدوان على غزة، حيث انعكس ذلك على عدد السياح الأوروبيين والأمريكيين القادمين للأردن، وهو ما انعكس أيضاً على أعداد السياح والزائرين للمواقع السياحية الرئيسة، موضحاً أن القطاع السياحي في الأردن يمثل عصب الاقتصاد الأردني. نشر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقارير التوقعات الاقتصادية الإقليمية. أتوقع البنك الأوروبي أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 2.7% هذا العام وبنسبة 3% العام المقبل، في ظل استمرار تشديد السياسة النقدية والمالية في تركيا ضمن نطاق مكافحة التضخم. قالت وكالة الطاقة الدولية إن توقعات نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام يواصل التراجع وسط تباطؤ اقتصادي. ذكرت الوكالة في تقريرها الشهري أن الاستهلاك العالمي للوقود سيزيد بمقدار يصل إلى أكثر من مليون برميل يوميا هذا العام مقارنة مع العام الماضي، أي بأقل ب 140 ألف برميل عما كان متوقعا قبل شهر. يأتي هذا التقليص في الطلب على النفط للشهر الثاني على التوالي ضمن إصدارات التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية التي تتوقع استمرار الطلب الضعيف في الربع الثاني من العام الحالي. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.